نرجع نحن وياكم مشاهدينا الى ملعب بيروت البلدي بين شوطي مباراه الانصار والبقاع. الشوط الاول الممتع جدا، 45 دقيقه هجوميه، 3 اهداف شفناهم، 2 للانصار 1 للبقاع. يعني فينا نقول المباراه وفيت بوعودها وحتى اكثر كابتن هيثم، وخصوصا انه البقاع ما انكفا امام الهجوم الانصاري الضارب من بدايه المباراه. عده نقاط فينا نتحدث عنها. اول شيء التفوق الانصاري، سببه الاول مرتاح كثير الانصار عم يلعب بخط الوسط تحديدا عندما عم يستلم اللواتي وانيكا، وايضا قدر يلاقي نقطة الضعف المتمثلة بمحمد الموسى على الجهة اليسرى عند فريق البقاع، وبالتالي ركز عليها كثير سوني سعد وحسام اللواتي 100%. يعني إذا لاحظنا إحنا أكثر من 7-8-9 كرات على جهة اليمين هن عم يعملوا الخطر. سوني سعد، يوسف عنبر عم بزيد، أونيجا واللواتي، بالمقابل عم نشوف بس محمد الموسى. يعني ما شفنا ولا مرة محمد قدوح رجع معه. يعني هيدي مشكلة كبيرة. يعني أنت لما تلاقي، خصوصا الجهاز الفني لنادي البقاع، لما تلاقي 6-7-8 مرات إنه الخصم عم بيهاجم عن جهة اليمين، عم بيهاجم عم فوت عم يلعب كرات عرضية وأنت ما عم تعمل حلول، يعني مشكلة على الأنصار. مش بس كرات عرضية، أيضا سوني سعد كان له فرصتين كتير خطرين، واحدة منهم كان بمواجهة مباشرة مع محمد الموسى وقدر يطلع عنه. رح نشوف حالات الأهداف وأيضا أبرز الفرص إذا جاهزين جورج نقدر نحكي عنهم. بالأول الهدف افتتاح تسجيل الانصار من خلال عباس عتوي اونيكا من هالركله الحره، رائع بشباك مصطفى بواب. كل توقع يمكن سوني سعد يسدد بقوه لانه حرفنت عباس عتوي اونيكا، ولو انه غيرت اتجاهها بمطرح معين الكره. من بعدها ايضا من كره ثابته قدر البقاع عادل النتيجه، وهيدي نقطه كابتن فينا نتحدث عنها كثير، التفوق بالكرات الثابته الكرات الهوائيه داخل منطقه جزاء الانصار دائما لصالح فريق البقاع. صحيح 100%. اذا لاحظنا هيدي الكره اللي سجل منها الهدف وكرتين اجت بالعارضه، يعني كان ممكن نادي البقاع من كرتين من نص الملعب يقدر يتقدم على نادي الانصار. يعني هيدي مشكله، لازم نادي الانصار بده يخفف الاخطاء خصوصا من نص الملعب. بنص الملعب ايضا كان موجود هالفنان الرقم 10 عباس عتوي اونيكا مع التمريره الجميله جدا، كيف لمحوا للحاج مالك بين 3 مدافعين، حاج مالك كنترول على الصدر والتسديده، يعني الفينش المثالي للمهاجم الهداف. فرحه كبيره كانت لجمهور الانصار. رح نرجع ايضا نشوف الفرص اذا جاهزين، ايضا نشوف بالكرات الثابته تحديدا هالنقطه يلي عم بيعاني منها مشكله، نقطه ضعف عند فريق الانصار. حتى عم يعود الحاج مالك ليدافع على بابي ديالو، وشفنا بابي ديالو المدافع لعب كره راسيه بالقائم الايسر لمرمى ربيع الكاس. صحيح مفروض الحاج مالك بكل طابه ثابته مفروض يرجع معه لانه كثير خطر وطويل. بده ينتبهوا نادي الانصار، ما بده يعملوا اخطاء بنص الملعب ليقللوا الخطر، لانه اذا لاحظنا البقاع عمل خطوره من الكرات الثابته. بالمقابل الانصار هاجم عن جهه اليمين، اذا لاحظت شربل ما في خطوره عن طريق موني وشابرينكو. ليه؟ لانه الانصار قادر يخترق عن جهه اليمين، لذلك ما عمل خطوره عن جهه الشمال. فبتصور بالشوط الثاني شابرينكو محتاج كابتن، محتاج شبريكو ويوسف عنبر انه يزيدوا على طرفي الملعب، لانه اللواتي من خلال تبديل المراكز وموني ايضا ووجود سوني سعد يلي عم يتحرك بمكان محوري ان كان خلف المهاجم او عم يروح بالعمق او على الطرف اليمين، ما عم يعطوا مجال حتى ليوسف عنبر وشبريكو انه يتحركوا على طرفي الملعب. صحيح. يعني بده ينتبه محمد الموسى وما بده يضل لحاله، بالقليل محمد يروح بده يرجع معه بعد النتيجه 2-1، منا نتيجه منتهيه لنادي البقاع منشان يخاطر ويفتح ملعب. مباراه جيده على فكره، صحيح. يعني ما فينا كمان نقول البقاع منه موجود، صحيح عم ينقصوا نقطه وحده، هيدي النقطه حابك تتحدث عنها، تنظيم بوسط الملعب. يعني مين اللاعب يلي هو عم بينظم الامور؟ ما شفت انا حدا موجود. صعب كثير لانه في فرق كبير بين لاعبين نادي الانصار ولاعبين نادي البقاع. يعني انت عم تحكي بهيدي الكره، انت عم تحكي يعني كرات سوني سعد دائما على العرضيه، اللواتي عم تحكي، عدنان حيدر. نعم. يعني والانصار افضل، لذلك البقاع ما في يلعب بنص الملعب. هل هي الواجبات الدفاعيه المطلوبه من جهاد ايوب ومحمد باقر ايوب عم تخليهم بعيدين بعقليتهم وبتفكيرهم اليوم عن انه هن ينظموا الامور او يلعبوا اكثر للامام؟ شربل صعب مع نادي الانصار وعم يلعبوا على بيروت البلدي، صعب نادي البقاع يقدر يلعب اكثر من 6-7 لمسات، صعب. لانه اذا انت ملاحظت نادي الانصار وقت ما بيسلم البقاع على الكره بنص الملعب عم يضغط 5-6 لاعبين، صعب. لذلك البقاع عم يعتمد على الكرات الثابته والكورنر. يعني لذلك يعني انا بفهم المدرب شو طالب منهم، وإذا لاحظنا أنت يعني 2-1 وممكن كان يسجل البقاع يتقدم، لذلك ما في يفتح ملعب البقاع بده يلعب بنفس الشيء
نفس الشكل، بس حدا يساعد محمد الموسوي ويضل يتأمل انه ياخذ كرة فول كورنر لحتى يعادل. فينا نقول بقاع عم يلعب بخطة شبه دفاعية لأنه التحفظ ما كان موجود عنده بكثير من المحلات، بس أيضا بنفس الوقت ما عم بغامر، يعني ما عم يفتح ملعبه، بيعرف أنه الأنصار ممكن يأذيه بأي لحظة، يعني بكرة لعبها عباس عطي أونيكا قدر يكسر الخط الدفاع كله ويوصلها لحجمالك اللي أعطى التقدم. لكن البقاع ما عم يلعبوا بخط دفاعي زون، يعني ما عم يلعبوا بتسع لعيبة بملعبهم، هن يعني عم بيكونوا متقدمين وما عم بيسكروا ملعب، يعني رغم انه احنا عم نقول عم بيدافعوا دفاع متقدم صحيح، يعني هيدي كمان غلط. تعرف يعني لو الخط ليه الدفاع غلط؟ ليه غلط كابتن؟ لو خط الدفاع واقف على 16 هن بده يبعدوا الحاج مالك ولا واتي على منطقه الجزاء. الحاج مالك كان عنده فرصه ياخذ الكره بصدره وينفرد يحط جول لانه الدفاع متقدم. لو الدفاع كان على خط ال 16 كان الحارس طلع اخذها الكره. بس هن كمان عندهم فكره انه يبعدون عن منطقه الجزاء، هذا اللي بعنيه. ما فيك تلعب مع الانصار تفتح ملعب وتطلع لبرا، ما فيك، صعب. اذا بدك تلعب بدفاع متقدم تتبعد الحاج مالك كمان بنفس المطرح، بدك تضغط بوسط الملعب ما تخلي لاعب مثل اونيكا يستلم لانه قادر يوصل المهاجم. صحيح صحيح صحيح. اذا انت لاحظت اونيكا لعب 6-7-8 كرات على جهه اليمين، بكره واحده غير اونيكا لعبها على بالنص اخذها حاج مالك وحطها بحرفا. يعني انت اذا بتلاحظ الجول اللي جابه حاج مالك اخذها بساقه بصدره وحطها، يعني ولك مش كانه امام المرمى والنتيجه 1-1، يعني خبره كبيره. يعني علم البرازيل ايضا موجود بمدرجات الانصار، اللون الاخضر طاغي بشكل كتير كبير. على كل حال خيارات بالشوط الثاني، بدي ركز اكثر على خيارات فريق البقاع. داوودا ديامي هالجناح السنغالي اللي قدم نفسه بشكل اكثر من ممتاز بمرحله الذهاب كابتن، وهو الاجنبي الوحيد يلي ما تغير بصفوف فريق البقاع. صحيح، هو هل ممكن نشوفه بالشوط الثاني كابتن؟ هو اضافه لعلي موفق الموسى يلي هو حل ايضا مهاري. المباراه اللي ربحوا فيها مع التضامن هو كان موجود وكان مؤثر بهيدي المباراه وتعرض لاصابه، بتصور المدرب ما جازف فيه بهيدي المباراه لانه يمكن كان عنده توقع انه ممكن ما يقدر يحصل على 3 نقاط بهذه المباراه. بس حاجه له بدون شك داوودا وعلي الموسوي ايضا. كابتن ما تنسى انت البقاع بده يلعب مع الـ5-6 فرق اللي معه، هونيك لازم يحصد 3 نقاط بغض النظر. انا ما عم اقول انه اليوم يعني مستحيل ياخذ 3 نقاط، بس كمان المدرب عنده خيارات وعنده فكر. شكرا كابتن هيثم. الفريقين اصبحوا موجودين على ارض الملعب لانطلاق الشوط الثاني مشاهدينا، الانصار وضيفه البقاع. 2-1 كانت نتيجه الشوط الاول بذكر. خلونا نشوف شو ممكن يصير بال45 دقيقه المتبقيه على امل يكونوا بنفس اثاره الشوط الاول وحتى اكثر. تفضل فارس، لهو لك.